السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب فرق الدوري الألماني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد الموافق 23/1/2022 أو 23 يناير 2022، الجولة ال20 من الدوري الألماني. اليوم متابعين الكرام آخر مباريات الجولة، بعتذر إن ما عملتش فيديو أمس، آسف جدا. اليوم لايبزيش فازت على فولفسبورغ 2-0، أحرز دفاعي لايبزيج فيلي أوربان في الدقيقة 76 ويوشكو جافارديول في الدقيقة 84. هرتا برلين خسرت من بايرن ميونخ 1-4، أحرز دفاع هرتا برلين يورغن إيكرين كامب في الدقيقة 81، أهداف البايرن كورنتين توليسو في الدقيقة 25، توماس مولر في الدقيقة 45، لوريس تاني في الدقيقة 75، سيرج غنابري في الدقيقة 79. متابعين الكرام، بداية الجولة كانت يوم الجمعة 21/1/2022، أيندراخت فرانكفورت خسرت من أرمينيا بيلفيلد 0-2. امس السبت 22/1/2022 باير ليفركوزن فازت على اوكسبورغ 5-1، احرز هدف باير ليفركوزن كريم بالعربي في الدقيقه 9، موسى ديابي في الدقيقه 24، موسى ديابي في الدقيقه 65، موسى ديابي في الدقيقه 69، ولوكاس الاريو في الدقيقه 81. هدف اوكسبورغ جاء عن طريق ارني ماير في الدقيقه 62. بروسيا مونشنغلادباخ خسر من يونيون برلين 1-2، احرز هدف مونشنغلادباخ كواديو كوني في الدقيقه 40، هدفي يونيون برلين عن طريق ماكس كروز من ضربه جزاء في الدقيقه 18، ونفس اللاعب ماكس كروس في الدقيقة 84. فرايبورغ فازت على شتوتغارت 2-0، احرز دفاعي فرايبورغ ايتو، مش ايتو اللي هو سامويل ايتو، بيلعب في هدف المرمى، بيلعب لشتوتغارت في الدقيقة 37، وطبعا شادي في الدقيقة 72 سجل هدف السني. هوفنهايم خسرت من بروسيا دورتموند 2-3، احرز هدفي هوفنهايم اندريك كراماريتش في الدقيقة الاولى لنقطة بدل الضعف في الشوط الاول، وروتير في الدقيقة 77. اهداف دورتموند عن طريق ايرلينغ هالاند في الدقيقة 6، مارك رويس في الدقيقة 58، وراعوم بيلعب لهوفنهايم سجل هدف مرمى في الدقيقة 66. متابعين الكرام، غورسر فورس فاز على ماينز 2-1، بخوم تعادلات ام كولن 2-2. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الالماني وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة 20. متصدر ترتيب فرق الدوري الالماني المركز الاول بايرن ميونخ ب 49 نقطة، بروسيا دورتموند المركز الثاني ب 43 نقطة، باير ليفركوزن المركز الثالث ب 35 نقطة، يونيون برلين المركز الرابع ب 34 نقطة، فرايبورغ المركز الخامس ب 33 نقطة، لايبزيج المركز السادس ب 31 نقطة، هوفنهايم المركز السابع ب 31 نقطة، كولن المركز الثامن ب 29 نقطة، اينتراخت فرانكفورت المركز التاسع ب 28 نقطة، ماينز المركز العاشر ب 27 نقطة، بوخوم المركز الحادي عشر ب 24 نقطة، بروسيا مونشنغلادباخ المركز الثاني عشر ب 22 نقطة، هرتا برلين المركز الثالث عشر ب 22 نقطة، ارمينيا بالفيلد المركز الرابع عشر ب 21 نقطة، فولفسبورغ المركز الخامس عشر ب 21 نقطة، اوكسبورغ المركز السادس عشر ب 19 نقطة، شتوتغارت المركز السابع عشر ب 18 نقطة، وغورسر فورس المركز الثامن عشر والاخير ب 10 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ المركز الاول ب 23 هدف، المركز الثاني باتريك تشيك لاعب بايرن ليفركوزن ب 18 هدف، المركز الثالث ايرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند ب 16 هدف، المركز الرابع انتوني موديست لاعب كولن ب 13 هدف، المركز الرابع الخامس سيرج غنابري لاعب بايرن ميونخ ب 10 اهداف. خلينا نتعرف على ترتيب صناعه الاهداف. متصدر صناع الاهداف توماس مولر لاعب بايرن ميونخ صنع 16 هدف، المركز الثاني فلوريان فيرتس لاعب بايرن ليفركوزن صنع 9 اهداف، المركز الثالث اندريك كراماريتش لاعب هوفنهايم صنع 7 اهداف، وفيليب كوستيتش لاعب اينتراخت فرانكفورت وليروي ساني لاعب بايرن ميونخ. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لايك الفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.